مساء الخير، اهلا بحضراتكم جميعا في بعض الانباء العاجله التي نزفها على حضراتكم. بالطبع لا احد في مصر الا يتحدث عن عزم المشير السيسي الترشح للرئاسه. هناك انتظار في الداخل وترقب في الخارج من كافه الدول ذات المصالح مع مصر. بالتاكيد أسئلة كثيرة بتدور في أذهاننا عن ترشح السيسي. ما هي الطريقة التي يمكن أن يترشح من خلالها من منصبه كوزير للدفاع؟ أيضا البرنامج الانتخابي، خاصة بعد كلام السيد عمرو موسى رئيس لجنة 50 اليوم عن البرنامج الانتخابي للمشير السيسي. أسئلة كثيرة بتدور في أذهاننا، حابين ان احنا نزف لحضراتكم بعض الانباء الهامة والحصرية والانفراد عبر تلفزيون النهار. هيعلنها من خلال هذا الاتصال مع اللواء سامح سيف اليزن الخبير الاستراتيجي رئيس مركز الجمهورية للدراسات. مساء الخير يا سيادة اللواء، الكلمة لك، ما هي المعلومات الهامة؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. لا، هو بالنسبة يعني لما هو موضوع الساعة وهو ترشح السيد المشير والانتخابات الرئاسية القادمة، هو السيد المشير قرر أن يعلن ترشحه يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. وأعتقد أن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم لإعلان المواعيد الخاصة أو الخريطة الزمنية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. وبرضه اعتقد ان يوم 29 مارس الجاري سيكون فتح باب قبول المستندات لطلبات المرشحين للرئاسه. سيادة اللواء، يعني يوم الاربعاء القادم هو الاعلان الرسمي للمشير عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسه المصريه، كيف ستتم الطريقه؟ اعتقد انه هيعلن استقالته ايضا، وسيعلن انه سيقوم بتقديم مستنداته واوراقه كمرشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه، وسيعقبها بعد ذلك دخول في الاعلان عن البرامج، لكن سيعلن بنفسه وليس عن طريق طرف ثالث هذه النيه وهذا التوقع. طيب، يعني الاعلان الترشح يضحد اي يعني اشاعات او كانت مروجه بانه هناك فرصه او مساحه للتراجع؟ لا تراجع، والموضوع قرار نهائي وان شاء الله يوم الاربعاء يتم الاعلان الرسمي. طيب، هل يعني تم نقاش او معلومات حول البرنامج الانتخابي؟ يعني بالتاكيد البرنامج الانتخابي يهتم بعده نقاط. النقطه الاولى هي استقرار الامن ووضع الامن القومي في اولويه الاهتمامات. الشيء الاخر هو ضروره تقديم الخدمات المناسبه للمواطن المصري، لا شيء معاناه في الخدمات الواجبه الاساسيه، وايضا الانحياز بشكل كبير الى الطبقه الفقيره وتحسين حالتهم المعيشيه والاقتصاديه. ايضا موضوع الحريات وموضوع القانون واحترام القانون الى اخره هيكون ايضا من ضمن الاهتمامات، بالاضافه الى وضع المشاكل الحقيقيه التي تواجه مصر الان سواء كانت اقتصاديه او غيرها في بوضوح شديد امام الراي العام حتى يعلم حجم التحديات والمشكلات الموجوده حاليا في البلاد. والبرنامج هيكون واضح في ما يمكن حله في خلال الاربع سنوات دي وبفترات زمنية، مش باليوم والساعة والتاريخ، ولكن خلال السنة الأولى، خلال عامين، خلال ثلاثة أعوام إلى آخره. إنما هيكون برنامج واضح تماما لكل الناس، مع ضرورة دعوة الناس للعمل الجاد، لأن الدولة الآن في حاجة ماسة لسواعد كل المصريين. طيب، في إطار يعني البرنامج الانتخابي، وأنت دايما حذرت في السابق من يعني تواجد المشير في الشارع الى اخره، كيف ستكون خطة تحرك المشير في الشارع اثناء الانتخابات؟ واي مرشح سواء كانت انتخابات رئاسية او برلمانية اعتقد بيهتم بثلاث اشياء. يعني هو بيعمل جولات انتخابية والخروج الى الشارع والتواجد في الجماهير علشان نمرة واحد يعرف الناس بيه، واعتقد المشكلة دي مش موجودة عند سيادة المشير لان الناس عارفة كويس. نمرة اثنين عشان نكتسب ثقة الناس، واعتقد ايضا ان ثقة الناس موضوع بشكل كبير وليس في حاجة لها. نمرة ثلاثة هو إقناع الناخب بالبرامج الانتخابية بتاعته حتى يعطي صوته. البرامج الانتخابية أيضا ستكون واضحة المعالم ومشروحة شرحا دقيقا وافيا،
فاعتقد ان يعني عمليه التواجد في المحافظات والتواجد في الشارع قد لا يحتاج الى سياده المشير بشكل طيب كبير. يعني بالنسبه لتواريخ التصويت الايام بالتاريخ سياده اللواء هو اتفضل سياده اللواء. هو اعتقد ان بعد فتح باب الترشح هيكون الترشح مفتوح خلال 10 ايام او 10 ل 15 يوم حتى يتم اعطاء فرصه للمرشحين للحصول على ال 25000 توقيع الواجبه، لان هناك طبعا لجنه برلمان فلا بد ان هو يجيب ال 25000 توقيع من 15 محافظه بحد ادنى 1000 توقيع من كل محافظه او من اي محافظه يعني. فلازم يكون في فتره زمنيه حتى يتم الحصول عليها. هيعقبها بعد قفل باب الترشح هيعقبها اللجنه هتجتمع لمراجعه المستندات والكشوفات الطبيه والى ما ذلك، وده هياخد له حوالي يمكن اسبوع اخر. والتصويت يعني سيكون على كم يوم؟ على يومين وليس يوم واحد. على يومين التصويت كاملا سيكون على يومين. كان الاتجاه مناقشه يوم او يومين، فاعتقد ان القرار النهائي هو يومين. وايضا الوافدين هيكون في الباركود، واجهزه الباركود اعتقد انها وصلت بالفعل او بتصل، وهيتم تدريب العاملين عليها خلال الايام القادمه. طيب سياده اللواء، كيف ترى المشير وسط منافسيه في الترشح؟ احنا عايزين انتخابات ديمقراطيه حره، عايزين منافسه شريفه، الجميع ياخد فرصته كامله، الدوله هتحترم جميع المنافسين وكل واحد هياخد حقه كامل في الناحيه الاعلاميه. ما اعتقدش ان هيكون في اي تحيز لاي طرف ايا كان. وانا اقصد تحديدا السيد المشير، مش هيكون في تحيز من اي جهه ليه، وستكون العمليه واضحه فيها شفافيه كامله، واعتقد ان هو شخصيا لا يقبل هذا. علما برضه بان خلال الحمله بتاعته لن يتم الرد على اي اساءه من اساءات قد توجه من اي مرشح الى حمله المشير، واعتقد ان السياسه العامه ستكون او الرد الموضوعي دون تدخل في اشياء شخصيه او رد باساءه على الاطلاق، وسيتم احترام كافه المرشحين بمستوى واحد. طيب في هذه النقطه تحديدا، هل تم وضع في الاعتبار الحملات التي هي في تصاعد للمشير لترشحه لرئاسه، وضع في الاعتبار هذه الحملات كيف سيتم التعامل معها؟ بمعنى هل هي ممكن ان تضر المشير نفسه او تضر المنافسين؟ لا بص، هو في ناس بتتبرع كتير قوي انها بتحط صور وتمضي عليها من تحت وحاجات زي كده، يعني احنا مش عايزين يعني نجيب يعني او نخلي الشكل ده يسيء لحد. او انا عايز برضه اوضح ان بعض منهم بيكون حسن النيه، البعض الاخر بيكون ناوي يترشح في الانتخابات النيابيه القادمه البرلمانيه، وبالتالي برضه عايز يوري الناس ان هو تابع للقوات المسلحه او من رجاله المشير الى اخره. وده في كثير من الاحيان، بل في معظم الاحيان، بل كثير في كل الاحيان ما بيكونش له اي اساس من الصحه على الاطلاق. طيب سؤال معلوماتي في الاخير يا سياده اللواء، طريقه الاعلان بالنسبه للمشير عن الترشح ستكون يوم الاربعاء القادم كما ذكرت، هل ستكون عمل الجمهور ام من خلال يعني البرلمان ام من خلال ماذا؟ او المجلس العام؟ اعتقد سيكون من خلال كلمه قد تكون موجهه الى احد وحدات القوات المسلحه او من خلال القوات المسلحه الى الراي العام المصري. انا بشكرك جزيلا سياده اللواء سامح سيف اليزن، الخبير الاستراتيجي رئيس مركز الجمهوريه للدراسات. شكرا جزيلا يا فندم على هذه الايضاحات، وكما انفردنا وانفرد تلفزيون النهار ووعدنا حضراتكم، اذا الاربعاء القادم حسب اللواء سيف اليزن سيكون الترشح الرسمي للمشير السيسي، وكما ذكر في برنامج الانتخابي العديد من النقاط الهامة. شكرا لكم وإلى اللقاء.